من زمان ما رحتش جامعة القاهرة، يعني اكتشفت ان انا بقالي 10 سنين ما اقمتش امسية او ندوة في جامعة القاهرة. واول امبارح، اول امبارح كنت في دعوة من رئيس الجامعة للقاء الطلبة والأساتذة و يعني الجامعة كلها كانت موجودة في هذه المناسبة. الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة الجديد بقاله أيام هو اللي دعاني، وكانت دعوة كريمة جدا، وجميع الوكلاء وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام حضروا هذا اللقاء. الحقيقة أنا يعني لا أستطيع أن أعبر عن سعادتي أنني عدت إلى جامعة القاهرة، المكان الذي تعلمت فيه وأحببت فيه وسافرت إلى أبعد مدى مع أحلامي شابا صغيرا طالبا في قسم الصحافة بكلية الآداب. كل هذه الذكريات طافت في ذاكرتي وأنا أشاهد وجوه مئات الطلاب الذين شهدوا هذه الأمسية. كان الدكتور عبد الصادق رئيس الجامعة في مقدمة المستقبلين، ومعه الدكتور التطاوي نائبه وعميد كلية دار العلوم ووكلاء رئيس الجامعة. وكانت متعة كبيرة جدا بالنسبة لي الحقيقة أن أشاهد هذا المكان وهذا الحشد الذي غبت عنه سنوات قد لا تكون طويلة، ولكنه بقي سنوات عمري كله في خيالي. جامعة القاهرة، قلعة مصر وقلعة الجامعات، وعلامة تاريخية من أجمل وأعرق ما شيدت مصر في عصرها الحديث.